بالنسبة لي أنا طبعا ظليت في بعد رمضان، في رمضان الفايت قبل هذا اللي فات، جيت ماشي للحمام، بعد الحمام طلعت من الحمام يا سيدي يجي في الفم بالضبط وزلقت، انكسرت الفخذة يعني على ضوها. طلعنا طول البنغازي، مشينا البنغازي وشاف وصل الحالة، طبعا طلعنا مشيت لحوش أخوي إلين هفتت الحكاية، ردينا المستشفى، جيت للدكتور قلت له راهو فيه وفيه 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 وأنا مريض كما تعرف، خلاص دخلوني الصور، صورت ونقوها كما كانت الكسر، خلاص قالوا لي تو ترقد نوم، ترقد على ظهرك وبس ما تمشي وين. رقدت على ظهري ومشيت المغازي تاني، طبعا جيت للمستشفى قالوا لي العظم رد في مكانه، وشاف الصورة اللي خلاص، وان شاف الصورة قال لي تو هذه ما تبلل المشي. لو قلت كيف نمشي انا بروحي، نقف وقوف ما لقيت كيف نقف، لان جاي في اليمين واليمين هذه بكل. خلاص وليت مرة ثانية صورت وجيت للدكتور قال لي هذه ما تستحق الا المشي، انت كيف المشي يا راجل؟ انت انا نحس في روحي بكل وهي طالعه مطرحها يعني الخرزه بتاعت الفخذه طالعه مطرحها كيف؟ قال لي تو ما فيش تب الا المشي. تو انتم دكاتره كيف بدي لكم انا بنقول صار انا خلاص نسكت وخلاص خلاص ما ساعدوني. روحت جيت رقدت على جنبي، جيت رقدت على طبعا على الظهر وقعدت نعاني في روحي بروحي إلين جيت لي بالعمي أنا في باري، قلت لها بالليل كان في صورة خلينا نصور نشوف الوحدة، طبعا صور وشاف قال لي هذه تبي خرزة والله خرزة وش اسمها أنا عارف، المهم حديد بلاتين تبي وهيك ما ينفع بها شيرة. جيت لي نفس الدكتور قلت له راهو فيه من الأمر هيك وهيك وكيف، هو يمشي وأنا نتبع فيه قلت له راهو أنا ماني أجنبي، حق ماني أجنبي أنا ليبي، كيفك ناس واجد نشبح فيهم تو عندك هنا مركبين بلاتين وش اسمه وكل شيء تمام تمام ليش؟ قال لي تو امشي مشي دور المشي وبعدين سهل. خلاص روحت ما عادش يقدر، مشيت لطرابلس. طرابلس طبعا عندي من قبل العملية هذه والكسر عندي المسالك، طبعا مشيت لصاحب المسالك الدكتور بتاع المسالك باش يعطيني نشري المرض نتاعي في المسالك كويس ولا ما كويس. خلاص اعطاني ال اخر شيء قال لي 100%، لكن تو عندك الحاله هذه ما نقدر نحول المسالك. فعلا خلاص روحت قعدت نمشي لطرابلس ونخش لطرابلس ونشوف الدكاترة ونشوف هنا ما فيش إلا المشي، قالوا لي المشي المشي المشي، وين المشي؟ أنا ما نقدر نقف بكل اللي نمشي كيف نمشي؟ المهم ما عانيت روحي بكل خلاص. بعدين جيت للبلاد، روحت للبلاد وباري وقعدت في باريتي لها وقت ونعاني في روحي ونخش ونطلع على الدكتور. نبي الدولة كيف تدي لي يعني كيف
تعالجني والله دي لي هي حاجة، واليد قصيرة، اليد قصيرة والعين بصيرة يقولوا الناس المثل ما فهمت. يعني حتى الفلوس اللي بنمشي الوضع المادي، والله الوضع المادي هذا على الراتب، على الراتب، والراتب الشعبية متى ينزل؟ بعد 6-7 شهور ينزلنا شهر، والله شهري ما في، وقاعد أنا تبع الضمان يعني ما فيش كيف نمشي. حتى الحالة التاكسي اللي بتركب فيها، والله سيارتك اللي بتمشي فيها تبي بنزين وتبي زيت وتبي كل شيء، وأنا هذا ما عندي لي قدرة يعني الكل. بعدين أخش مثل العيادات نفس الشيء، بتبي منك تجيب الدواء وتجيب كل شيء، ما عندهمش دواء داخل. يعني أنا ما قدرتش كيف نطلع ونخش العيادات يعني. والله نطالب من وزارة الصحة بارك الله فيها، وما عندنا ما نقولوا في وزارة الصحة، ولكن المفروض يعني يراعونا شوية، يراعوا المرضى، خاصة المرضى اللي في الجنوب. الجنوب هذا بكل ما في كيف، ناس كلها بعض منها ماتت من مرض اللي ما عنده، المرض اللي عنده ما لقاش كيف يمشي، حتى يمشي يقولوا له ولي ما في. وهذا اللي صاير في غبار يعني في